دري دابا راه الوحده ديال دروك هادي الوحده ديال النهار. المهم اول ملاحظه بعدا بان شفتو راه كاينه الشمس ما كاينش الشتاء، رغم اني فاش كنت ديك السافيرون طلعت لي بين هاد البلاصه راه كاينه فيها الشتاء. المهم سول الدري قال لي انا راه الجو على طول العام. المهم تقريبا لهيت هنا ديال المغرب وحق الله دزنا فشي دريبات هنا لقينا داكشي ديال اللي على كيبان العطور على امو السدور داكشي ديال كازا، قسما بالله ديال كازا. ومازال راه كاين واحد التصويره تما مكتوبة فيها كازا بلانكا، قسما بالله الا لهيت ديال كازا ديتيات ودوك الماط اللي كيخرجوا بلا ما كيشوف فين كيتخزز، واش خصك الحشيش عرفتي داكشي والله الا ديال المغرب قسما بالله الا انا ديال المغرب. المهم تلاقينا مع شي دراري مغاربه قال لنا خصك واحد، قال لي تمشي خصك تمشي لساركوزا، واحد قال لي خصك تمشي لبريندو ما عاد كاين فشي بين خصك تركب ليها فواحد 3 اورو، شي قال لي ودي راه خصك تمشي لفيكتوريا. والله الا تلفنا ما عرفنا نمشيو، وكنا غادي انا وايوب كنناقشوا يعني كنناقشوا البلان فين غنمشيو. قال لي اخويا الا طحت بينا الليل الله تتعيا هو الله يلا على. المهم تابعوا معايا الاحداث دابا ان شاء الله دابا يبان الخير. المهم حنا دابا غادي نرجعوا تاني لديك القهوه، حيت ديك القهوه كيرجعوا فيها المغاربه بزاف، وغنبدا نسول ولا على واسي يبان لينا شي بلان سينو، ولا غادي نمشيو مع الدري تما نمشيو معاهم الا جاب الله كانت الخدمه ولا شي حاجه نخدموا معاهم تما بما نطبروا على الكرا. هادشي دابا اللي درنا في بالنا، ولا غادي يجاوب لينا داك الدري اللي كان في فيكتوريا الا جاب الله طبر لينا على الكرا تما غادي نقطعو ونباتو ديك الليله ان شاء الله تمانيت كلشي في يد الله. هاي كدري كازا كازا بلانكا اللي تقول راه كنزعت عليكم، هاي كا واش كازا بلانكا هادي ولا لا؟ ها انتوما يلا في القلب ديال الطاليان. برو بس جي بس جي ديريكت شتي من الحانوت هذاك قلت لكم داكشي ديال المغرب شتيو اتاي ديال المغرب هادشي كيجيني بحال الصويره صاحبي ما عرفت انت انا مهم هادشي بحال المغرب. تلاقينا مع واحد تونسي قال لي اخويا قال لي خصك تمشي نيشان وغادي تدور على اليسار غادي تلقى تما المسجد دابا غيصلوا صلاه العصر تما راه يكونوا المغاربه تما والعرب، وسولهم على هنا البلاصه اللي كرا ولا البلاصه اللي خدمه. واني دابا قلبت الماب لقيتهم كيتخربق ليا، وانا سولت واحد باكستان خدمت عليه المحل سولته قلت له فين قال المسجد، قال لي سير ديريكت راه غادي توصل لواحد قباله ما عرفتش داك الشيء راه تبان لك مكتوبه فيها مسجد شريف شكال شوف شوف مونتو يلاه بديت شفنج هاديك هاديك على باي كافيتيريا هادي ما شفتش هادي زوينة ماشي نيشان هاديك هاديك سنغال شي غزة شي الري ديال فلسطين الله يلا ري ياك بان لكم ريت فلسطين. انتوما الاخوان واخيرا وصلنا لمسجد كاتانيا. انتوما كما كتشوفوا اي ما تبنا ندخلوا ليه ما فين كيدخلوا ليه دروك اشوف الكمين ديال البوطه راه قلت لكم هادشي بحال المغرب، وانا صاحبي في الدار كنكون الكاز دايز ديريكت بلا بوطه حتى هما كيديروا البوطات واحد دابا فين كتجيب ليه الدجاج اصاحبي مسجد هو هذا. انتم بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم اخوتي في مسجد الرحمه. قال داروا لي هذاك هذيك اللعبه اللي فيها مسجد اشاره واقيله قال انا ما كيصليو وحتى المسجد ما خلاو خربشوا فيه اي ها هو وجه اللي جا المغرب اجي اجي كيف عليا هادو مغاربه واقيله باقي مسدود. المهم اخوتي مشينا لديك الجام تلاقينا واحد المغربي واحد تونسي هضرنا معهم السلام عليكم كي داير لاباس المهم بحال هكا قال لي واش مع شي يعني ماش غادي تحل الجامع قال لي حتى لونس جوج نصر غادي يكون غنصليو العصر وانا ندخل قلت له شوف راه جايين حنا من الشمال للجنوب هنا واش ممكن تنعت لينا شي بلاصه اللي نقدروا نلقاو فيها الكرا والخدمه هو يقول لي ما عارفش قال لي باتيرنو سي الباتيرنو راه فيها الليمون قال لي بالنسبه لك راه خص شي واحد يكون كيعرفك باش يعني باش يكري لك لا ودي صافي. المهم انا قلت راه كنت عند واحد المغربي هنا كنت عندو التقنيه والمسائل وتلاقيت مع واحد تونسي نعت لي هاد الجامعه هذا وجينا كنقلبوا عليه المهم باش نصليو المهم حتى المهم تلاقوا مع الدراري ما عارف بحال هكا لا على واش يكون عارفين شي بلاصه شي وجهه اللي نعتوا لينا ليها هو يقول لي حتى هذا نظر مزيان قال لي شوف صليو معانا ومن بعد يحل الله نعاود نهضروا نشوفوا لكم شي حال الا ما لقيتوش فين تباتوا في الجامع ولا جاب الله شي واحد مهم بحال هكا اللي يطبر لكم على الكرا ولا على الاقل عيط لكم البلاصه فين غادي تمشيو تلقاو فيها الكرا المهم الوساطه فهمتوني هذا ما كاين حنا دابا غنتسناو دابا شدي ستين انا وخو الاخ ايوب حتى يوصل العصر وغادي نمشيو نصليو ان شاء الله تما يبان البلان. اه
غنمشي دابا ليه نتوضا، نحط السبرديله ديالنا هنا ونمشي نتوضا وليه يكون في الجامع. ها انتم اخوتي، شوف طاني فيها جميع المدن المغرب. ها انتم فاس، اش كتبان لكم؟ وانا غادي كنتمشى شوف شنو لقيت. واحد الجزار كيبيع جميع انواع الكفته واللحوم ديال الحمار. ها هو، واش حمار هذا ولا ماشي حمار؟ هذا حمار. جميع اللحوم ديال الحمير ها هو هنا، تلقاهم هنا في هذا المحل هذا. اللي بغى يشري شي اللي بيشري اللحم ديال الحمار ها هو هنا. كيشوف فيا خويا دابا يخرج يخلي ضربو يا نوا حق الله. والله تيخرج يخلي ضربو يا كصور لي المحل تقول لي اللي بيشري. انا غنقول له راه كندير لك الاشهار اللي باش ياكل اللحم ديال الحمار يجوز عند خونا. والله الا كيطلع عليا بالله دابا يجي يخلي ضربو انا وياك او تايو. الكنيسه عندهم كيطلع على السما وكيشوفو يتمنظرو فوق الكنيسه على دابا 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 دروك هذا على رينا رينا طالع فوق المعبد ديالهم كيتمنظر في الطبيعه. ما عرفت انا كي ولاش دابا هذا، واش برج ولا معبد. واو اخوتي على واحد المنظر كاين هنا واعر واعر واعر. شوف 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 هادي كنيسه، في كنيسه في كنيسه. واش هادشي داير عليه كنيسه؟ عندك واحد الواو واحد، شوف التمثال كيفاش داير، فيل عليه واحد الشمعه فوقو صليب. وشوف حتى واحد الزوق دايرين هنا بوطو فوقو واحد الصليب. ما كاع كيدير داك داك الصليب عندهم كيدير حتى ماشي صليب تمثال، ما كاع كيدير. والله نفلوكر غادي نجيو نركبو هاد اللعيبه هادي. هاياك هاياك قلاوانيت هذاك ركبو ونديرو واحد الطور. بصراحة انا واعر والله الا واعر، منظر واعر، دير شي واحد الطور عالمي شي حاجه سياحه نيت معنى الكلمه قبل يمشي الصيف. انا بالنسبه لي انا راه باقي الصيف واخا دابا الشهر 11 هذا وقت البرد، هادو راه ما عندهمش البرد. والله الا واعر هاد البلاصه بالله. كنقول دابا انا في الصيف كيفاش غيكون هاد المكان هذا، كيفاش غادي تكون هاد البلاصه هادي في الصيف؟ بقينا غادي حتى تلفنا الطريقه واحد اخر حتى هو تلفنا هو. فين مولاك؟ اخوان غادي كنتمشى ولقيت واحد المحل اللباس ديال القسيس كيتباع بحال تقول تقشيطه بحال تقول. شوف ها هو ديال الدراري الصغار، راه امك ديال البنات حتى هما هادي ديال الذكر واقيلا راه ديال الاناث. ها اللي قلنا هو البابا هو داري لي تيمتال. ما شنو هادي؟ المهم هذا كيقولوا لي المسيح. شكون هادي؟ مريم واقيلا. شكون هذا؟ المسيح. وهذا البابا. ومن هذا؟ هذا هو واقيلا هو استغفر الله. يلا يلا شوفوا معايا كتاب وراه كتاب وسطو هاد المخلوق العجيب اللي ما عرفت شنو هو. واش شي كاتب واش شاعر ما هو السميه تاعو هو. المهم الدراري كيف ما كتشوف انا دابا راه بيطيح علينا الظلام ها انتوما، والتحدي كان هو انك تدبر على السكن والعمل قبل ما يطيح الظلام. المهم ايوب دابا راه صيفط لواحد الدري قال لي شوف دوز عندي الفيكتوريا. المهم الا كاع مع واحد الدري اخر، وداك الدري قال لي غنطبر لكم على الكرا والخدمه، وان هذيك فيكتوريا بلاصه اللي عامره بالخدمه. المهم ايوب دابا راه هو كليه هو كليه، غنمشيو نقطعو تيكيتا للفيكتوريا ومتما ربي تما شوف شنو غيطرا عاوتاني. واش نيت فعلا انا خونا غادي يتعامل معانا ويطبر لينا على الكرا، المهم غيدفع لينا التليفون يقول لك عم بحرك تما. هذاك هو الدايوب هذيك هذيك اش مبقيتي واحد هنا هذيك. هذو جوج دريات هو ايوب لاصقين فيه، واحد اخر جاي ورايا وانا قال لك وانا خصك تعطيني الفلوس شوف كيفاش دير. هاي كاع عرفت هذا الفيديو يتهرب خليتي ويا ايوب شتيهم امك جوج هما تي جاو جاو عندها مع الخزا كيطلبوا. المهم عرفتي هاد البراند ديال الرومان تا هما بشكال. المهم داك الشيء من بعد ونهضروا عليه في بلوك اخر. شفت لكم ما اجرا قال لي قلبنا خلال المحطه شفتو تتخنوا حق الله تابعينا دوك الجوج مصيبات عاش عت لهم الفيديو ما يسلتو عرفتي. تخيل معايا خرجنا من المحطه بقاو باركين عند دوك البلاد عطينا جوج اورو لا عطينا ما ربينا ناكلو شري لي بانيني. المهم تدوخونا على المحطه حنا دابا راجعين ليها عاوتاني. المهم نتوما فاهمين البلان، فاهمين البلان ديال هادو بلا ما نشرحو كثر. للاسف الشديد جوج اورو صاحبي 5 اورو هكاك عيب الله 5 اورو وبنا ما صاحبي رخص راسو لهاد الدرجه هادي 5 اورو. اش قالت كاع جوج اورو اللي قالت انا مازال طلعت ليها 5 اورو. كيعرفوا شي وحده كيعرفوا شنو عرفتهم واش كيعرفوا اش فاكر هي. وجاو دابا جاو عندها تقول لك اعطيني جوج اورو باش نشري الماكله كذا وهادشي هما يقلبوها دعاره وحق الله بجوج اورو ولا 5 اورو.
شو اصاحبي عرفتي الدريات ولا عرفتي في هذا الزمان هذا ولا كيرخصوا كيرخصوا راسهم بزاف وحق الله. انا ما تلاقوا مع الشي ماكر يا زيد انت يا زيد نبدا ندورو هنا حتى انت تشرو على الريسط. المهم راه نزلنا من الكار وهذا بصوني لخونا قال لها المهم عطانا النقطه فين كاين دروك دابا هو تقريبا غادي نوصلو ليه بربع ساعه حنا غاديين عندو. المهم باش نزلنا في الكار واحد السيد تما كان دار مع شي واحد هنا وطفى عليه التليفون والله هو هادشي اللي قال لنا الجزار هو خويا كيصونيني الدروك. المهم راه خونا تلاقينا انا وياه انا دابا راه كيدور معانا كيقلب معانا على الكرا. المهم غادي من تونسي لاجي عند مغربي لدز عند الليبي وحنا غادي كندور على الزنقه وحق الله. المهم راه كيقلب معانا على الكره هضرني الوالدي على البلاصه مراه وجاب العرب.